مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم من نشرة الأخبار. هذه أهم الأنباء التي وردت فيها. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يشرف رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري. اعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة وأنظمة الري الذكية لضمان مردودية فلاحية مرتفعة وكسب تحديات الأمن الغذائي والتوجه نحو التصدير. وبولاية جيجل توقعات بوفرة الإنتاج في موسم الحصاد والدرس بفضل توسيع المساحات المزروعة. القفاز والجزائري يتألق في ألعاب المتوسطية بالباهية وهران، وإشادة بالتغطية الإعلامية للتلفزيون الجزائري والإمكانيات المسخرة لضمان نقل مجريات المنافسة الرياضية للعرس المتوسطة. دوليا، اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الدموي للشرطة المغربية على المهاجرين الأفارقة عند السياج الحدودي نحو جبليلية، ومطالبات دولية بفتح تحقيق أممي مستقل ونزيه يضمن المساءلة والعدالة في الجريمات الشنعة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. المستهل بالتعاون الجزائري المصري، حيث أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري تحت شعار الجزائر مصر تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة. المنتدى حضره رجال أعمال ورؤساء مؤسسات اقتصادية من البلدين. وفي كلمة له اليوم خلال أشغال المنتدى الجزائري المصري، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على أن الحكومة الجزائرية تعمل على تحسين المناخ العام للأعمال وعصلان النظام المصرفي والمالي. تعمل الحكومة الجزائرية في إطار تحسين المناخ العام للأعمال على عصلانة المنظومة المصرفية والمالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار بما يجعله يستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب ويرفع المعوقات الممكنة التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية. وتحقيقا لهذا المسعى، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب. كما لا يفوتني في معرض حديثي عن مناخ الاستثمار في الجزائر أن أشير إلى تكريس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية كما قلت سابقا. من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على الأفق الرحبة للتعاون الثنائي بين البلدين وفي مختلف المجالات. قسطا وافرا من مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لخلق أفضل مناخ استثماري وأيسر بيئة أعمال، الأمر الذي يتيح آفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي. ولا شك أن اهتمامنا اليوم يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقا من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تنمية النشاط الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية، خاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يمر به الاقتصاد العالمي. هذا وكان قد أشرف أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية بحضور وفدي البلدين. التفاصيل مع وليد صاري.
قصد تعزيز التعاون المشترك بين الجزائر ومصر والعمل على النهوض بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف ميادين البناء والتنمية، مباحثات ثنائية جمعت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بنظيره رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. المحادثات توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين، لتفتتح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وفي كلمة بالمناسبة أكد على الارتقاء بمستوى العلاقات، خاصة وأن البلدين يسخران بمستوى كبير من الإمكانات، داعيا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى. رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أعرب من جهته عن استعداد مصر لرفع حجم المبادلات التجارية ومشاريع الاستثمار، خاصة مع الخطوات الكبيرة والنوعية التي عرفتها الجزائر في قطاع الصناعة، التجارة والاستثمار. لتتوج أشغال الدورة بالتوقيع على 12 اتفاقية ثنائية ومذكرات تفاهم مست العديد من المجالات، تصدرها قطاع الصناعة باتفاق تعاون لترقية الاستثمار، وكذا قطاع التجارة بمذكرة تفاهم لتنمية الصادرات وتعزيزها، فضلا عن اتفاقيات أخرى لدعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والمصغرة وريادة الأعمال، وكذا تنسيق العمل المشترك لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. اتفاقيات التعاون توسعت لتشمل قطاعات الموارد المائية والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الدبلوماسي، بالإضافة إلى قطاع الشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رفقة ناظره المصري مصطفى مدبولي، وعقب أشغال اللجنة العليا المشتركة عقد ندوة صحفية أكد فيها أن هذه الدورة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهذا قصد دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين. أود أن أذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المسداد خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مصر الشقيقة في يناير الماضي، حيث اتفق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجه في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكد على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. جدير بالذكر أيضا مجمل التوجيهات التي أسداها قائدي البلدين خلال قمة جانفي الثنائية، والتي يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذها من أجل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالتبادلات الاقتصادية والبينية بين البلدين. هذه الدورة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي واجهها العالم يعني تأتي أهميتها الشديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيمي بلدينا في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أسر التعاون والروابط بين بلدينا وإعادة بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير. وبالتالي يعني شرفنا اليوم بانعقاد الدورة وحضور توقيع العديد من المذكرات التي أشار إليها أخي العزيز، ولكن الأهم ما هو أكدنا عليه من جانبنا للوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها وشهدنا توقيعها اليوم. على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، لقاءات وزارية ثنائية جمعت وزراء الخارجية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، وكذا وزراء الصناعة والتجارة، السكن والعمران والتعليم العالي والبحث العلمي بنظرائهم المصريين.
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح بوجيس، صوت اليوم أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، والذي عرضه سابقا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، الذي أكد أن هذا المشروع يجسد التزاما آخر من التزامات السيد رئيس الجمهورية لتمكين الموظفين من الولوج لعالم المقاولة باستحداث حق جديد يمكنهم من الاستفادة من عطلة سنة كاملة قابلة للتمديد لستة أشهر لإنشاء مؤسساتهم. كما صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمناطق الحرة، كما تم التصويت على مشروع آخر يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها. الجلسة جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوهر. وعقب جلسة التصويت، أكد رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن التحديات الراهنة تفرض على الجزائر التمسك بمبدأ عدم الانحياز، وتمني علينا جميعا تقوية الجبهة الداخلية. مسار لمسألة الجزائر عبر التاريخ من الصورة إلى يومنا هذا، دائما نحافظوا على استقلالية القرار السياسي تاعنا. لا عمرنا قبلنا أي تدخل في الشؤون الداخلية تاعنا، والجزائر لا عمرها عبر التاريخ تداخلت في الشؤون الداخلية تاع الغير. احنا رانا في مرحلة اللي لازم نرجع لها ونعطي لها أهمية أكثر فأكثر، وهو عدم الانحياز. وإحنا لازم نقرأ هذا الوضعية وإحنا يقظين. صحيح ما زالت عندنا مشاكل اجتماعية، ما زالت عندنا مشاكل اقتصادية، ولكن لما ندعم الجبهة الداخلية وكل واحد منا يشعر باللي هذا المرحلة هذه تحتاج الوحدة ويوضع المصلحة العامة بتاع الجزائر فوق كل اعتبارات، احنا رانا في هذا المرحلة هاي. لما رئيس قال نمد يدي للجميع هذا هو التصريح نتاع اول نوفمبر، هو في الحقيقه موش تصريح، كان نداء للشعب الجزائري باش نتوحد حول هدف واحد وهو الاستقلال الجزائر. اليوم ايضا مطلوب علينا باش نتوحدوا من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر. في إطار زيارته للجزائر لحضور فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط تشجيعا لرياضي بلاده، حضر اليوم أمير دولة موناكو ألبرت الثاني الذي يترأس اللجنة الأولمبية لإمارة موناكو، حضر مباراة في تنس الطاولة فازت بها المنافسة المتنافسة عن دولة موناكو يونغ شياشين، بعدها انتقل لحضور مباريات في رياضة جيدو. هذا وعبر الأمير ألبرت الثاني عن شكره الجزيل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة، معربا عن تهانيه الخالصة للجزائر حكومة وشعبا عن التنظيم المحكم والنجاح الباهر أقول الذي تعرفه هذه التظاهرة الرياضية المتوسطية. وسينهي صاحب السمو زيارته إلى الجزائر اليوم. في الاستثمار الفلاحي، تنمية والزراعة الدقيقة في الجزائر هي من أبرز التحديات التي يفرضها الأمن الغذائي، والاهتمام بعنصر التكوين واستخدام التكنولوجيات الحديثة، تقول وهبة هوام زيدت. التوجه نحو الفلاحة الذكية والزراعة الدقيقة من أساسيات الفلاحة العصرية لتحقيق الأمن الغذائي. اليوم رانا تقريبا عندنا 20,000 هكتار، منها 14,000 هكتار مخصصة لإنتاج بذور الحبوب. نو سوم ليدر اون تيرم دو برودكسيون دو سومون سيريالير افيك ا ببري بلوس دو 14000 هكتار. ما بين أدرار الأولف عندنا تقريبا مليون قطار. شكون البلاد اللي عندها سحبه واحده مليون قطار؟ على بالك شحال يديروا في الانتاج؟ يديروا مينيموم 60 كانتو بار هكتار، 6 طن بار هكتار. تا
تحقيق ذلك مرهون باستعمال التكنولوجيات الحديثة وتقنيات المعلومات للرفع من الإنتاج، بدءا بزراعة البذور، ترشيد السقي إلى متابعة الإنتاج. ولما نتكلم عن التكنولوجيات الحديثة أعني استخدام الأقمار الاصطناعية في مجال الزراعة، نحكي أيضا على الري الذكي. لما يكون عندنا هذا التكوين يكون جاهز ويكون عندنا مهندس في الزراعة، لازم عليه يكون هذا المهندس قابل أو تكون عنده هناك قدرات على مود الوصول إلى الأهداف. ما تملكه الجزائر من مقومات في القطاع الفلاحي، تربة غنية وأراضي خصبة شاسعة يضمن لها تحقيق الأمن الغذائي وبيئة رياحية خاصة للأجيال القادمة. نحن هنا في الجزائر لإثراء برامج التكوين التي يعول عليها كثيرا في الزراعة الدقيقة. الاقتصاد الفلاحي ببلادنا من خلال هذا التوجه سيلج الأسواق العالمية بمنتجات ذات نوعية تنافسية بالنظر للمقاومات الفلاحية التي تتوفر عليها بلادنا. موسم الحصاد والدرس بولاية جيجل ينطلق في ظروف جيدة وسط تفاؤل الفلاحين بتحقيق موسم ناجح في شعبتي القمح والشعير مقارنة بالنسبة بالسنة الماضية، لا سيما بعد زيادة في المساحات المزروعة. يقول عبد الرحمن شمال. وسط ظروف مهيئة وتوقعات بإنتاج وفير من الحبوب مقارنة بالسنة الماضية، انطلقت عملية الحصاد والدرس هنا على مستوى ولاية جيجل. جابوا لنا الحصادات في الموسم الحصاد، رانا كنحصدوا ومن بعد زرعنا القمح الفيترو والحمد لله، والعام هذا خير من دي عدا. العام هذا ان شاء الله نستبشروا خير ان شاء الله، يعني مؤخرا تحت الامطار شويه ساعدت شويه على بنزيدوا في المردوديه، ان شاء الله يكون المردود احسن من العام اللي فات. رانا متواجدين هنا في خدمه الفلاح لجمع المحصول نتاعو في ظروف ان شاء الله راح يتلقى كل الظروف الملائمه. تسخير كل الامكانيات اللازمه لانجاح عمليه الحصاد وتمكين الفلاحين من التحفيزات التي اقرتها الدوله هو ما تعمل عليه السلطات الولائيه. تم توفير كل الوسائل المادية اللازمة لإنجاح هذه العملية، والحمد لله المحصول راه يعني بصفة جيدة، والعملية راه متكفل بها كما طلبتها الدولة الجزائرية. ولاية جيجل تتربع على مساحة مزروعة من الحبوب تقدر ب 1353 هكتار، منها 1112 هكتار قمح صلب أي معدل 82%، وعندنا 18% شعير 241 هكتار. كلها مؤشرات إيجابية تبرز مواكبة الفلاحين لاستراتيجية الدولة وتوجهها لتحقيق الأمن الغذائي. ترقبوا سهرة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري الجزء الرابع من اعترافات الإرهاب الموقوف بن حليمة محمد عزوز، أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها، وذلك ضمن سلسلة روبورتاجات تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر. الجزء الرابع من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز يبث على القناة الثانية قناة الجيري والقناة الإخبارية والقناة الرابعة. وهذا التهديد اللي مدوا أمير مدوا العربي زيطوط، العربي زيطوط على باله باللي أمير راح يقدم به شكوى، على باله علاش ما ينبهش إبراهيم دواجي هما باش يصرحوا منه ماتش مبيوع قاعدين مهرودة دوزيام دي شوز، وين داوسوا في الريبيبليك على زال الدراهم ليمو دراهم وداهم أمير. من بين لي فيديو هذوك اللي قال لي ديرهم، قال لي دير باللي فيديو كون زعما أونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسمه زيطوط بزاف. كي لحقوا فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه، قال لي هذه الفيديوهات انا خبيهم عندي، قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك، قال لي خرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا لي قول. هما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف.
وعلى بالي غاضب عليهم دي بروف تاع خيانه. تزامنا مع العطله المدرسيه انطلق بولايه ورقلة برنامج والنشاطات الصيفيه بتوفير العديد من المرافق الجواريه والترفيهيه بمختلف احياء المدينه. مصطفى هتهت. افتتاح المسبح نصف الاولمبي الجديد من اهم المرافق الرياضيه التي توفر فضاء لاحتضان النشاطات الصيفيه لمختلف الفئات سواء الترفيهيه أو الخاصة بالتكوين وتعليم السباحة. هذا المسبح إضافة للمنطقة خاصة في ظل غياب المرافق تاع السباحة، هذا راه يساهم في خاصة في التحضيرات البطولات الولائية والجهوية، وخاصة ثاني في قضية الترفيه في الفصل الصيف. مليحة وشابة وتعلمنا فيها الكرول والضو وكل شيء. وحنا رانا فرحانين بلا بيسين، راه مليح عجبنا لا بيسين بيان مليح مليحه لا بيسين، تتوفر على المرافق اللي يعاونونا يخلونا نديفلوبيو اكثر في هاد لا بيسين. كاين 8 نتاع المسابح فيها 4 مغطات و4 غير مغطات، وراه عندنا برنامج في الميزانيه الاضافيه للولايه باش نديروا لي باسين ناتاسيون احواض سباحه لكل البلديات والقرى. وضمن البرنامج المخصص للمرافق الرياضية والترفيهية إنجاز الملاعب الجوارية في العديد من أحياء المدينة. ماتيكو يعاون شوية من ناحية التدريب، من ناحية الحجم نتاعو، على خاطر الولاد الصغار لازم يكون التدريبات تاعهم مش كيما الكبار. في إطار برنامج الولاية يعني وفي الشهرين القادمين إن شاء الله راح نستلم 12 ملعب جواري موزعين عبر تراب الأحياء. وتعد المسابح الجوارية من أكثر المرافق التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة الصيف بالنظر إلى الارتفاع الشديد الذي تسجله درجات الحرارة بالمنطقة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها أمس أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 10 من ذي الحجة 1443 هجري الموافق 9 جويلية 2022 ميلادي، ليكون بذلك يوم الخميس هو غرة ذي الحجة، وعليه فإن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة 9 من ذي الحجة 1443 هجرية الموافق 8 جويلية 2022 ميلادي. عملا بأحكام المقررات الصادرة عن السيد والي ولاية الجزائر المتعلقة بغلق وتحويل حركة المرور من الفاتح جويلية 2022 من الساعة منتصف الليل إلى يوم السادس جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل، تعلم المديرية العامة للأمن الوطني سواق المركبات والدراجات عن وضع مخطط خاص لتسهيل حركة المرور على النحو التالي: سيتم غلق الطريق الاجتنابي الشمالي، الطريق الوطني رقم 11 في الاتجاهين على مستوى نقطة التقاء الطريقين الاجتنابيين الجنوبي والشمالي جسر كوسيدار الدار البيضاء إلى غاية محطة تحلية مياه البحر الحامة بالوزداد على مسافة 16 كيلومتر، وكذا كل المنافذ المؤدية له. تحويل مسار الوافدين باتجاه الجزائر العاصمة من الطريق السيار شرق نحو الطريق الاجتنابي الجنوبي الدار البيضاء بن عكنون. تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى من الجهة الشرقية للعاصمة نحو الطريق الوطني رقم 5 مرورا بمحول الحراش، ثم الطريق الوطني رقم 8 المؤدي إلى حسين داي، ومن ثم إلى الطريق الاجتنابي الجنوبي. تحويل مسار المتوجهين من الجزائر الوسطى إلى الجهة الشرقية للعاصمة عبر نهج جيش التحرير الوطني نحو محول عيسات إدير المؤدي إلى ساحة أول ماي. تحويل مسار الوافدين إلى الجزائر الوسطى عبر الطريق الاجتنابي بن عكنون الدار البيضاء نحو المحول المؤدي إلى حسين داي وباجراح باتجاه نفق واد أشايح. هذا وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى اتباع إرشادات رجال الأمن المتواجدين على طول المسار، كما تضع الأرقام 15 48 و17 وكذا منصتها الرقمية تحت تصرف المواطنين. وأشار البيان أن أي تحيين أو تغيير في مواقيت الغلق أو الفتح سيتم إعلامكم به في حينه. وفي أجواء إيمانية بهجة انطلقت أول رحلة للحجاج الميامين من مصلى حفرة الركب ببن صالح نحو البقاع المقدسة، يقول أحمد بن مسعود.
من هذا المكان وفي مشهد يتكرر مرة كل عام يتم توديع حجاج بيت الله الحرام بمصلى حفرة الركب بعين صالح في أجواء إيمانية تغمرها البهجة والسرور. كشخصي تقريبا سجلت 17 خطرة نقول للناس اللي كانت تدعي لنا من الصغر تجي تلقى طفل تعطيه حلاوه يقول لك الله يعطيك حجه، تركب واحد صغير في سياره يقول لك الله يعطيك حجه، نقول لهم ان شاء الله الدعاء ان شاء الله راه استجاب، وان شاء الله نطلبوا مولانا سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان شاء الله. مستبشرين فرحين بهذا الموقف، وان حبان الله ان جعلنا يا رب من المختارين لاداء هذه الفريضه. نسأل الله العلي العظيم في هذه الساعة المباركة للوطن الحبيب المفدى الجزائر أمن والأمان والازدهار. مطار عين صالح اكتسى حلة البياضة، إنهم زوار بيت الله الحرام الذين حلوا بالمطار ساعات قبل رحلة العمر من أجل استكمال الإجراءات وكل التسهيلات قدمت لهم من طرف المصالح الأمنية رفقة الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية. رافقت المديرية الحجاج إلى المطار حينما قدمت لهم كل التسهيلات اللازمة، وذلك يعني بالشركاء المساهمين معنا كرجال الأمن ومحافظة شرطة الحدود المطار، كل هؤلاء كانوا رجال واقفون في إعطاء كل التسهيلات اللازمة للحجاج. نحن نستناو ربي جا ونسهل لنا، أنا ما نسوا دعواتكم إن شاء الله نمشوا سالمين ونمشوا سالمين. سنذكر جميع سكان عين صالح بالخير أمام الكعبة الشريفة وأمام الروضة الغناء، روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة 65 حاج وحاجة تبدأ من هنا، رحلة بقدر مشقتها بقدر رغبة كل مسلم في القيام بها، رغبة تزداد في أول زيارة لبيت الله الحرام. دوليا، عقد أمس مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا حول الهجوم الدموي للشرطة المغربية على مهاجرين أفارقة عند محاولة اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية والذي أسفر عن قتل العشرات. سليم حمادي. ليس أقل من أن يصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة وحشية قوات الأمن المخزنية ضد مهاجرين أفارقة كانوا يحملون أثقالهم وهمومهم للضفة المقابلة من المتوسط بالمأساة والجريمة الجماعية البغيضة. وليس من الغريب أن يتحمل الرجل على صمت أغلب دول العالم أمام ما وصفها بالفظائع، بل ذهب المسؤول الأممي إلى اعتبار الصمت ذاك على أنه نوع من الترحيب بما يحدث لمئات المهاجرين الأفارقة على حدود الموت بين إسبانيا والمغرب. تقدر الأمم المتحدة والحال هذه أن المخزن استخدم قوة مفرطة ضد المهاجرين، تقدير قد يتعمق وتهتز لصدى صرخات ضحايا آلة الموت المخزنية أركان مجلس الأمن المجتمع للنظر في القضية بعدما دعت لذلك عديد الدول الإفريقية. ردود الفعل المنددة بالجريمة المخزنية المخزية ما تزال تتقاطر من لدن هيئات حقوقية وإقليمية، وفي ذلك دان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني بشدة همجية قوات أمن المخزن وطالب في السياق بفتح تحقيقات فورية وجادة، فيما تتواصل التجمعات والاحتجاجات في عديد العواصم الأوروبية ضد الرباط ومدريد الشريكتان في جريمة قتل المهاجرين بدم بارد، جريمة سيكون لها من الارتدادات ما لم يتوقعه مقترفوها يقول مراقبون. إلى الحدث المتوسطي، حيث شهد أمس اليوم الرابع من المنافسات إحراز الرياضية الجزائرية لامي عساوي ميدالية فضية في الرافل بعد خسارتها أمام منافساتها التركية، كما تأهل 4 ملاكمين جزائريين إلى الدور النصف النهائي، ويتعلق الأمر بكل من أسامة مرجان في وزن 57 كيلوغرام بعد فوزه على البوسني رحمي تيتش، وعبد الناصر بن العريبي في وزن 60 كيلوغرام على حساب الإسباني كوليس بروتينيز. وعلى المنوال نفسه صار الملاكم الجزائري الثالث يحيى عبدلي الذي هزم التركي كرم أوزمان في وزن 63 كيلوغرام، فيما ختم الملاكم يغورتا أيتبقى قائمة المتأهلين أمام منافسه بيكاري من ألبانيا برمي المنشفة.
وفيما يلي جدول الميداليات المتحصل عليها إلى غاية الآن. نعم، وعن جديد مجريات المنافسة يلتحق بنا الزميل إسماعيل ميلودي من المركز الدولي للصحافة بقلب عروسي المتوسط الباهية وهران. إسماعيل أهلا بك. تحية لك نوردين ولكل المشاهدين. ماذا لديك؟ إذا نوردين تتواصل فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط دائما بعروسي المتوسط الباهية وهران المنافسة في يومها الرابع بحضور جزائري دائما. إذن الجزائر التي تتواجد في المركز الثالث في جدول الميداليات بعد كل من تركيا في المقدمة وأيضا إيطاليا. برنامج اليوم سيكون فيها التنافس من أجل بلوغ منصة التتويج والتقدم أكثر في عديد الاختصاصات في أو أبرزها يعني ألعاب القوى التي ستجرى بداية منافستها اليوم في منافسات تصفوية قبل البلوغ النهائيات من خلال عديد الرياضيين الجزائريين. أيضا رياضة الجدو الذي تألق فيها منذ قليل إدريس مسعود في وزن أقل من 73 كيلوغرام بتأهله إلى المنازلة النهائية بعد تغلبه في الدور النصف النهائي على المصارع من الكوسوفو. وأيضا سيكون في الملاكمة عدة منازلات في مختلف الاختصاصات وعند الجنسين تنطلق أو تجرى هذه المنافسات أمسية اليوم. إذن البرونز هو مضمون وننتظر الأفضل إذن من المعدني النفيس أو من الفضة، كما ستكون في كرة القدم المباراة المهمة للمنتخب الوطني أمام المنتخب الفرنسي. اختصاصات أخرى أيضا يعني من أقصي فيها بعض الجزائريون لكن تمكنوا من بلوغ أدوار يعني لم تحصل عليها ربما تلك الاختصاصات من قبل، كرياضة تنس الطاولة، أقول أيضا رياضة الزوارق الشرعية التي هي رياضة سياحية وترويجية أيضا لهذه الألعاب بشاطئ الأندلسيات بوهران تتواصل بها السباقات بحضور 8 ملاحين والحسابات النهائية ستكون في 3 من شهر جويلية. أيضا كرة اليد الجزائر ستواجه منتخب قوي أيضا للسيدات منتخب إسبانيا، والجيدو كما ذكرنا أيضا بالقاضي إيمان خسرت ولم تتمكن من الحفاظ على نفسها في هذه المغامرة المتوسطية. إذن هو ملخص عديد المنافسات التي كما ذكرت اليوم تغيب عنها الأدوار النهائية، لكن الأدوار التصفوية مهمة من أجل بلوغ الأهم وهو الوصول إلى الأدوار النهائية. والهدف دائما نوردين هو حصد أكبر عدد من الميداليات، خاصة أن الجزائر تتواجد في المركز الثالث ويجب الحفاظ على هذا المركز أو تحسينه بجمع أكبر عدد من الميداليات، وخاصة الذهب الذي هو المعيار الأول لتحديد المركز في الترتيب العام. نتابع كل التفاصيل نوردين هنا من الباهية وهران ونوفيكم بأكثر تفاصيل ودقة النتائج في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لك إسماعيل، كنت معنا من المركز الدولي للصحافة بقلب عروس المتوسط الباهية وهران. وفيما يلي جدول الميداليات المتحصل عليها إلى غاية الآن. هذا وأشاد المتابعون للحدث الرياضي المتوسط بالتغطية الإعلامية للتلفزيون الجزائري عبر كافة قنواته والإمكانيات التي سخرت لضمان نقل كل مجريات المنافسة المتوسطية. بهذا الخبر الرياضي متابعة الحدث المتوسطي عبر 22 موقعا للمنافسات ليس أمرا يسيرا عبر تراب وهران الشاسع.
بوصلة الألعاب ضبطت في المقاهي والمطاعم الشعبية وحتى في الأماكن العامة عبر اختيار ترددات قنوات التلفزيون الجزائري. قنوات التلفزيون الجزائري راهي موجودة في كل المطاعم، في كل المقاهي، راهي موجودة في كل سماوي وما تروح تفرش. الحمد لله موفرت لنا كل شيء، زعما كل حاجه صغيره وكبيره رانا نتفرجوها. شوف قناه التلفزيون الجزائري، نشكر القناه الجزائريه، راه في كل في المقاهي في المطاعم وين ما تروح بارتو راهي كاينه، زعما نشكرها نحييها بزاف. انا صغال في قناه التلفزيون الجزائري، هذا الشيء يشرفنا، راه في عمل مستوى الحمد لله، ما حتى الكواليتي تحسنت. بارتيه تاع الجيدو ما شاء الله، يعني التغطيه الاعلاميه كانت 100%. رانا في جو عائلي هنا في المقهى، في المقهى في وسط مدينه وهران، المقهى الشعبي كما قال اخي منا، ما شاء الله بلا ما رانا نشغل للملاعب والقاعات المنافسات، رانا هنا نتبعوا في التغطيه على المباشر. والتلفزيون الجزائري ثاني راه قائم بالدور تاعه ما شاء الله، زعما حاجه عظيمه، غادي تروح لجيستر وتلقى التلفزيون تلقى الارضيه. عشاق الرياضة والفرجة وجدوا مرادهم من خلف الشاشة لمسايرة تفاصيل الحدث دون أن يتكبدوا عناء التنقل من أرزيو شرقا إلى عيون الترك غربا وحتى إلى مدينة سيغ. كل شيء على المباشر، سما نتفرجوا كل شيء ديركت، حاجة مليحة تاني. قولي باش ديباسي الاستاد ولا منا غير منا تفرج كل شيء آلس، شوف كل شيء بيان. لي سبور بريفيري تاعي نروح ديبلاسي اون ديريكت، هكا باغ اكزومبل كيما تينيس ولا عفسه ولا جيسي باش نحضر فيهم اون ديريكت، مي لو سبور زعما لي موان بريفيري نشوفهم هكا في لو تي في. المناصر او المشجع الجزائري قلل عليه مشقة التنقل، حتى ورانا نشوفوا في القاعات اللي تمارس فيها لي ديسيبلين راهي ارشي كومب، دونك المشجع الجزائري حتى ما يتنقلش عنده لو شوا يتفرج سيرتان ديسيبلين، يبغي يتفرج الكاراتيه، يبغي يتفرج كره القدم، يبغي يتفرج كره اليد، دونك عنده تروا وكاتشين. في عروس المتوسط بوصله الوهرانيين على غرار كل الجزائريين مصوبه نحو القاعات والملاعب والمضامير والمسابح، بعضهم يتنقل لمتابعة رياضته المفضلة في قلب الحدث، وجلهم يفضل مشاهدة التفاصيل عبر الشاشة أينما حل وارتحل عبر شوارع وهران وأحيائها الشعبية. الموضوع كان من إمضاء علي جعفر، وبالتوفيق لكل الرياضيين. إلى العناوين. الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يشرف رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري. اعتماد تقنيات الزراعة الدقيقة وأنظمة الري الذكية لضمان مردودية فلاحية مرتفعة وكسب تحديات الأمن الغذائي والتوجه نحو التصدير. وبولاية جيجة توقعات بوفرة الإنتاج في موسم الحصاد والدرس بفضل توسيع المساحات المزروعة. القفاز الجزائري يتألق في ألعابه المتوسطية بالباهية وهران، وإشادة بالتغطية الإعلامية للتلفزيون الجزائري والإمكانيات المسخرة لضمان نقل مجريات المنافسات الرياضية للعرسي المتوسطي. دوليا، اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الدموي للشرطة المغربية على المهاجرين الأفارق عند السياج الحدودي نحو جيب نيلية، ومطالبات دولية بفتح تحقيق أممي مستقل ونزيه يضمن المساءلة والعدالة في الجريمة الشنعة. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.